يصل عن يعقوب ورفقه اصحابه ويسوع تحت عنوان مسؤوليه من مسؤوليات من هو كل السؤال اللي بيتداول عند كل مشكله بتظهر بالعالم مسؤوليه مين سؤال خلف كل مصيبة أو كارثة بتحل بالمجتمع بتسبب أذى الناس بيقولوا مسؤولية مين؟ شوف بآخر زلزال صار بتركيا حاول المقاولون والمهندسين اللي عملوا البنايات اللي وقعت إنه يهربوا مسؤولية من مين؟ هي بدرجة أولى مسؤوليتهم خطأ في التنفيذ مسؤولية مين؟ خطأ في الحسابات البنكية سرقة مسؤولية مين؟ خطأ فادح بالاختيارات مسؤولية مين؟ تحديد المسؤوليات بيترتب عليها تحديد مين رح يتحمل نتيجة الأخطاء المرتكبة عادة يكون هناك تحقيق يعمل تحقيق عادة المفروض يكون شفاف من أشخاص يكونوا حيدين وموضوعيين وعندهم خبرة واسعة بموضوع التحليل وعنده الحكم والإزمان ليش لازم على المخطئ أنه يترتب عليه مسؤولية إن كان اقترف هذا الخطأ عمداً أو سهلاً لأنه هناك في أشخاص تأذوا ربما جسدياً أو معنوياً أو مالياً أو روحياً بسبب سوء الإدارة المتعمد أو عن هذا الأصل بس بالحالتين في ضرر واقع اليوم رح نحكي تحت ثلاث نقاط شيخوخة محقة ومسؤولية يتحمل أوزارها وثاني نقطة عائلة مسحوقة وتبعات ألقت بحملها وثالث نقطة تفرقة معمقة ومسؤولية يتحملونها بأكملها الفكرة الأولى شيخوخة محقة ومسؤولية يتحمل أوزارها الصيد أيام زمان كان يتطلب غاية التعب والجهد بده لياقة مدنية ومهارات ما كان في كواس مثل اليوم فكان بده مهارات والصياد بده يمشي مسافات طويلة